بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في البداية نشكر الأستاذ سالم معروف وقناة سيدي عقبة تي في على هذا الفضاء الإعلامي الرائع الذي من خلاله يقدم خدمة كبيرة وجديدة في نفس الوقت في الانتخابات المحلية لتوصيل أفكار وبرامج المترشحين إلى مناصرين الذين سوف ينتخبون عنهم في 23 نوفمبر القادم، وكذلك حتى يطلع أكبر عدد من المشاهدين على هذه البرامج والقوائم المتنافسة. وفي الأخير نشكر الأستاذ سالم معروف على المجهودات الكبيرة المبذولة، والشكر موصول إلى قناة سيدي عقبة تي في مزيدا من التطور والتألق. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. نشكر قناة سيدي عقبة تي في على هذه الالتفاتة الطيبة التي تهدف إلى نشر أفكار بعض المترشحين وبعض القوائم الانتخابية. دكتور السيد معروف سالم الذي فتح لنا نافذة على العالم الافتراضي، خاصة بفكرة أبواب مفتوحة على الانتخابات، وذلك للاطلاع على شريحة كبيرة من المجتمع على برنامج سير الانتخابات. أثبتت هذه التجربة وصول الفكرة إلى جميع أطياف المجتمع، وخاصة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب التي نحث دائما المترشحين على استغلالها، لأنها شريحة كبيرة من المجتمع تهتم بهذا العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة سيدي عقبة تي في على المجهودات التي تبذل بها من ناحية الإعلام الجوالي، وذلك لتوصيل المعلومة للمواطن للبيت تاعو وفي ما يخص الجانب الإعلامي، وكذلك بالنسبة لجميع المترشحين لبلدية سيدي عقبة فيما يخص شرح البرامج الخاصة بهم وأفكار لنقشها للحوار لطرحها للحوار. نشكرهم على الحيادية التامة والمعاملة الجميلة لجميع المترشحين والحيادية. إعلام ديواري فعال وشكرا.